بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفيديو الثاني اللي مختص بتنصيب برنامج الأوراكل 10G. حكينا بالفيديو الأول عن تنصيب السوفتوير، وقلنا عندنا مراحل لازم نمر بيها. المرحلة الأولى قبل التنصيب لازم نسوي الشبكة الوهمية، المرحلة الثانية هي تنصيب السوفتوير، المرحلة الثالثة هي إضافة قاعدة البيانات إلى السوفتوير، والمرحلة الرابعة هي إضافة ليسنر إلى السوفتوير. وسجلنا هاي المعلومات المهمة. لازم نتذكر انه اسم القاعدة البيانات هي DB1، واليوزر الافتراضي هو سيستم، والباسورد هي 3 ايات. هسه لازم المرحلة اللي بعدها اذا نريد نصب الديفلوبر. طبعا الديفلوبر لازم يتنصب بعد السوفتوير، يعني ما يصير اني انصب ديفلوبر بعدين اجي انصب السوفتوير والداتابيس، فلازم تسلسل، لازم اكو الفيديو الاول نكمل تنصيب السوفتوير بعدين نجي على تنصيب الديفلوبر. الديفلوبر اني موجود عندي بالفلاش، هو عبارة عن ديسكين او CDN لان حجمه اكثر من جيجا. فبي هذا الديفلوبر بي الديسك 1 والديسك 2، فاني راح انصب الديسك 1، ومن يوصل التنصيب الى 70% مثل ما راح نشوف راح يطلب مني انه ادخل الديسك 2 او السي دي الثاني. وبما انه انا ما عندي سيديات، انه عندي فولدرين، فراح احدد له مسار الديسك الثاني اللي موجود عندي بالفلاش اللي هو الاي. فمن احدد له مسار الديسك الثاني راح يكمل التنصيب الى 100%. فاول شي راح ابدي انصب الديسك الاول للديفلوبر. دبل كليك على السيت اب، راح تظهر لي شاشة الدوس. قد تتأخر شوية لأنه هاي الشاشة راح تفحص كل البارامترات، راح تفحص الرام، راح تفحص الديسك اكو مساحة كافية انه ينزل الديفلوبر، راح تشيك اذا اكو الاوراكل سوفتوير متنصب. كل هاي الامور راح تشيكها. بعدها راح تظهر تقول لي هنا باست، اذا اني اقدر انصب الديفلوبر، وتقول لي بليز ويت حتى تطلع الشاشة وراها شاشة التنصيب مال الديفلوبر. هذه هي شاشة التنصيب. نختار نيكست. هنا اكو سورس وديستنيشن. طبعا السورس هو اني دا انصب من الاي، والفلاش مالتي هو حرف الاي، هذا حرف الاي، فاذا اني دا انصب من الفلاش، وهذا الباث. واذا تلاحظون هو اني بديت بالديسك الاول. اوكي، داخل الديسك الاول اكو ملف اسمه ستيج، من هذا الملف الستيج راح يبدي التنصيب. الديستنيشن وين تريد تنصب الديف سويت، الديفلوبر سويت، راح ننصبه بالسي لان احنا نصبنا الاوراكل بالسي سوفت وير، فالديفلوبر ايضا يفضل ان ينصب بالسي. ومثل ما تلاحظون قلنا انه هوم 1، فاذا كانت هوم 2 او هوم 3 او هوم 4 فاكو مشكله، لازم ينحذفن كلهن حتى ننصب سوفت وير واحد وديفلوبر واحد. اذا صار شيء فوق شيء راح تصير عندنا مشاكل. اوكي، فنبقي سورس وديستنيشن السي. نيكست. هنا هاي الشاشة مهمة اللي هو انت يسألك شو تريد تنصب، تريد تنصب الـ J2EE development لو تريد complete. هذا طبعا هو الجافا 2 انتربرايز اديشن، هذا بي بس الديفلوبر مال الجافا وهذه المكونات مالته، بينما هذا الكومبليت يحتوي بالاضافه الى الجافا يحتوي على الفورمز ديفلوبر اللي ندرسه، ويحتوي على الريبورت بيلدر. فنختار كومبليت، ومثل ما تلاحظون حجمه جيجا بوينت 13، ونختار نيكست. هاي الشاشة مهمة اللي ظهرت اللي هي هذه، لازم ننتبه عليها. حكيناها بالفيديو الأول، قلنا هذا ويندوز فاير وول يمنع الجافا من أن تسوي اكسكيوت، فلازم يسوي لها بلوك، فلازم احنا نسوي ان بلوك كل ما تظهر هذه الشاشة حتى التنصيب يصير صحيح. هذه الشاشة تطلب مني SMTP سيرفر أو ميل سيرفر، احنا ما عندنا ميل سيرفر، فمجرد انه نضغط نيكست.
هذا السمري راح يعرض لي كل الامور اللي راح تتنصب. ف انستال يس راح يبدي بعملية تنصيب الاوراكل ديفلوبر، والى ان يوصل الى 70% راح يطلب مني انه احدد مسار الديسك الثاني. راح اوقف الفيديو الى ان يوصل 70% حتى نختصر الوقت. اوكي هنا أنا وصل التنصيب الى 69%، فهنا انا لازم احدد له الديسك الثاني. هسه حاليا هو على الديسك الاول، فندوس براوز. مثلا تلاحظون هسه هو حاليا بالملف ستيج اللي تابع للديسك الاول، فالمفروض يكون يكمل بالملف ستيج التابع الى الديسك الثاني. هذا الديسك الثاني، هذا ملف ستيج داخل الفلاش اللي هو الاي. كليك اوكي. اوكي فراح يبدي يكمل التنصيب، وهم راح اوقف الفيديو حتى نختصر الوقت الى ان يكمل 100%. اوكي هنا نكمل التنصيب الى 100%. راح يبدي ينصب بعض السيرفيسز، ايضا هاي العملية لازم ننتظرها، اللي هي Oracle Net Configuration Assistant in Progress، الى ان تظهر الشاشة النهائية اللي هي تدل على انتهاء عملية التنصيب. Okay, end of installation. The installation of Oracle Developer Suite 10G was successful. Okay, click exit. نعم. إذا انتهت عملية تنصيب الديفلوبر. هاي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية هي إنه نضيف listener إلى الديفلوبر. Okay. طبعاً إحنا من نصبنا الديفلوبر راح يضيف لي هنا بال all programs فولدرين. فولدر اسمه Oracle Dev Suite Home 1، والفولدر الثاني اسمه Oracle Developer Suite Dev Suite Home 1. هذين اثنين تابعات للديفلوبر، ونقدر نميزهن عن طريق الديف. ديف وديفلوبر. هاي الاولى هي تابعة للسوفتوير وللداتابيس، اوكي، اللي سويناها بالفيديو الاول. فنضيف الليسنر للديفلوبر عن طريق الكونفيجريشن اند ميجريشن tools اللي تابعة للديفلوبر. يعني احنا ضفنا listener للداتابيس او للسوفتوير عن طريق الconfiguration and migration tools التابعة لهذا الفولدر oradb 10g home 1. اذا نريد نضيف listener للديفلوبر لازم نضيفه من عن طريق الديف سويت home 1. configuration and migration tools نختار النت configuration assistant حتى نضيف listener الى الديفلوبر. راح تظهر عندي شاشة، عن طريق هاي الشاشة أنا راح أختار نوع الليسنر. تذكرون احنا من نصبنا الليسنر للسوفتوير اختارينا اول اختيار. بالنسبة للديفلوبر لازم نختار الثالث اللي هو Local Net Service Name Configuration، الاختيار الثالث بالنسبة للديفلوبر. Next اريد اضيف Listener. Add. Next هنا يطلب مني الـ Service Name اللي هو اسم الداتابيس، واذا تتذكرون هي اسمها كان DB1. Next نوع البروتوكول TCP من غيره. هنا الهوست نيم راح يطلب مني اسم الهوست او اسم السيرفر. احنا ما دام عندنا حاسبة واحدة فهي نفس الحاسبة هي سيرفر، فيريد اسم الحاسبة. اسم الحاسبة شلون نلقاه؟ نلقاه رايت كليك على ماي كمبيوتر بروبرتيز، اكو فشي هنا تاب اسمه كمبيوتر نيم، هذا هو فول كمبيوتر نيم اللي هو اسم الحاسبة. نسوي له سيلكت ورايت كليك كوبي، ونجيب هنا كنترول في بيست. طبعا اكو نقطة هنا بالاخير لازم نوخرها يم الاثنين، ف
باك سبيس حتى تروح هاي النقطة. اوكي هذا اسم الهوست نيم. طبعا هذا يختلف كل واحد واسم حاسبته شكل. اوكي نيكست. هنا يسألني يقول تريد اسوي تيست اتصل بالداتابيس حتى اشيك انه هذا الليسنر تنصب صحيح، فاقول له يس بريفورم اتست نيكست. هنا أنا يقول اذا تيست ديد نوت سكسيدد، ليش؟ لانه هو اخذ اليوزر نيم سيستم والباسورد سيستم، بينما اني اذا تذكرون اليوزر نيم مالتي سيستم والباسورد هي ثلاث ايات. اوكي فا اوكي فراح يقول لي connecting test successful، اذا هذا الليسنر صحيح. هنا أنا اريد نت سيرفيس نيم للليسنر، فاني ابقي اقدر ابقي على اسم الداتابيس. اذا تذكرون احنا بالمختبر عندنا اسمه سي او ان ورقم الحاسبه، من هنا حددنا سي او ان ورقم الحاسبه عن طريق من نصبنا الديفلوبر بالحاسبات مال المختبر. فهنا أنا مبقي على نفس اسم الداتابيس ماكو مشكله. نيكست. تريد تنصب او تسوي كونفيجر ل another net service name؟ لا ما نحتاج. نو يس نيكست. راح يقول لي net service name configuration complete. هسه خلصنا عمليه نختار فينش، خلصنا عمليه. الخطوه الثانيه من خطوات تنصيب الديفلوبر وهي تنصيب الليسنر. تبقى شغله واحده، شغله تنصيب الجافا، لانه احنا نعرف انه الديفلوبر خصوصا الفورمز ديفلوبر او الفورمز بيلدر يشتغل على البراوزر اللي هو الانترنت اكسبلورر او اي براوزر، كروم، اوبرا، فايرفوكس، اي براوزر. لازم هذا البراوزر يدعم فد برنامج معين من برامج الجافا اسمه الجي انيشيتر. اوكي فلازم انصب هذا البرنامج حتى تتنفذ برامج الديفلوبر. طبعا اقدر اني انصب البرنامج دايركت، واكو طريقه سهله انه اني افتح الفورمز بلدر. طبعا الفورمز بلدر اللي هو هنا يكون بالفولدر الثالث التابع للديفلوبر، او الفولدر الثاني التابع للديفلوبر. هذا الفورمز ديفلوبر، هذا الفورمز بلدر اللي راح نشتغل عليه. رايت كليك سند تو ديسكتوب، نسوي له شورت كات. واكو فد هذا ايضا الاو سي 4 جي اللي تابع للفورمز ديفلوبر، لازم ايضا هذا لازم نسوي له شورت كات للديسكتوب حتى نشغله من الديسكتوب، لان هذا لازم قلنا نكون هذا الاو سي 4 جي يكون مشتغل دائما اثناء عمليه تنفيذ برامج الديفلوبر، ولازم دائما هنا اكو انيشيلايزد. اذا كان هنا اكو فيلد اذا لازم نطفي الليسنر ونشغله مره ثانيه، لازم هنا يكون انيشيلايزد. نسوي له مينيمايز ونشغل الفورم بلدر. فاني شريد اسوي هسه حاليا اريد انصب الجافا بالانترنت اكسبلورر، فراح اسوي فد برنامج فارغ او فد كانفاس فارغه بالفورم بلدر وانفذها. من راح انفذها؟ راح تتنفذ بالانترنت اكسبلورر، راح يطلب مني تنصيب الجافا انصبه بس لاول مره، بعدين اسوي ريفرش راح اشوف الفورم تظهر عندي. اوكي فراح انشئ كانفاس فارغه عن طريق انه ادوس F2 بالكيبورد. اوكي راح يسوي فت كانفاس فارغه. راح اسوي لوجن على الداتابيس، كونكت في الداتابيس سيستم وثلاث ايات، واسم الداتابيس هي DB1. اقول له كونكت وانتظر، لانه الكونكشن ويا الداتابيس هنا أنا بطيء لانه فيرتشوال ماشين، ابطا من ما اذا كانت يعني حاسبه عاديه ويندوز عادي بدون فيرتشوال ماشين. هنا أنا راح يكون عندي ابطا عمليه الاتصال، فننتظر الى ان يسوي كونكت ويا الداتابيس. اوكي هسه كونكت ويا الداتابيس، اذا يعني الليسنر ماتي مضبوط. هسه راح ننفذ ران فورم، المفروض تشتغل بالبراوزر الديفولت وهو هنا الانترنت اكسبلورر. راح تطلع لي رساله اقول له يس. اوكي فرا اذا تشوفون انه هذا البرنامج راح يطلب مني انصب الاوراكل جي انيشيتر، هذا البرنامج الخاص قلنا اللي راح يكون داخل البراوزر اللي يسمح لي بتنفيذ الفورم. فراح اقول له انستال
راح يبدي ينصبه كبرنامج طبيعي. Next. اوكي هنا انا بس اسوي ريفرش للصفحة واقول له ريتراي، راح يشغل لي الاوراكل. هنا نشوف الجافا اشتغلت داخل البراوزر، راح اشغل اوراكل ابلكيشن سيرفر. هنا اقول له ان بلوك حتى يشغل الجافا. طبعا هاي بس اول مرة ننفذ، نستخدم هذه النصب هذا البرنامج بعد ما نحتاج ننصبه. اوكي فهو حاليا هي مشتغلة لانه هاي الفورم اصلا هي فارغة. اوكي فاذا نحب نتأكد نخلي فت كوماند بسيط، خلي فد تريجر اكزيت سكور فورم سيمي كولن كومبايل نسوي رن، فرأسا يشتغل لان احنا نصبنا بعد ال جي انيشيتر. طبعا حتى التنفيذ بالفيرتشوال ماشين هو ابطأ من التنفيذ اذا كانت الحاسبة بدون فيرتشوال ماشين. اوكي اذا هذه هي الفورم، اكزيت فورم سد الفورم. اذا هذه عملية تنصيب الديفلوبر.